أنا والله وعيت على حالي عم بغني، وعيت عم بغني من ورا أمي وعيلة أمي. أنا متذكر من أنا وولد يعني ما كنت شم غير ريحة الطبخ عم بيحترق، الطبخة عم تحترق مثلا. ليه؟ لأنه على طول راسة مش معها، بمعنى أنه على طول يا عم بتغني يا عم بتفكر بالفن، يا يعني على طول حياتها هي هيك. فما يعني أنا برأيي يمكن تجوزت بالصدفة، وأنا بقلها لأمي قلت لها أنه أسوأ شيء عملتي بحياتك أنك تجوزتي. هي بتقلي طب ناي أنت كنت جيت؟ قلت لها شو بدك فيي أنا هلأ، الله بيدبر يعني. بس أنت شو كان بدك بالشغلي؟ لأنه فنانة يعني، وفعلا هيك يعني الفن حياة تانية. أنا هيك بشوف يعني بلا ولا شي بحبك، بلا ولا شي، ولا في بهالحب مصاري، ولا ممكن في ليرات، ولا ممكن في أراضي، ولا في مجوهرات. تعي نقعد بالفي مش لحد هالفي، حبيني وفكري شوي. كنت بمرساي بحفلة من الحفلات من الجولة، سمعت صرخة بظل كل هود الناس اللي عم بيحضروا، حسيت بهالصرخة غير كل، ما بعرف ليه يعني، ما بقدر أقول لك كيف، حسيت شي غريب بهالصرخة. فخلصت الحفلة بتطلع بشوف صبية يعني، وهيك يعني شفتها مثل قصة كل الناس هيك عم تبعد الناس، وجاي صوبي على المسرح ونطت على المسرح مش على الدرج، يعني حطت ايدها وفزت على المسرح وعبطتني ولزقت فيه، وصارت تجرني شوي 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 لصرنا بالكواليس. وبعدين صارت يعني صارت انه صار في علاقة انا وياها، ووصلنا للمرحلة الجدية انه ممكن نتعاون بالحياة يعني، ممكن نتجوز الى اخره، بس ما عادت زبطت يعني. لا فنحن لأنه من أديان مختلفة يعني، طبعاً نحن عايشين ببلد بتعرفي تركيبة البلد، الأديان والتقاليد وكذا، وأنا بحترمها كلها يعني. بس إنما أنا بقول دايماً أنه أنا إذا بدي أعيش أنا وشخص، أنا وياه منقرر يعني، لا بي ولا بي ولا أمي ولا أمه إلى آخره، بقى يسمحوا لنا شوي فيها مع احترامنا لكل التقاليد يعني. بلا ولا شيء وحدك، بلا ولا شي، بلا جوقة أمك بيك ورموش وماسكارا، وبلا من سوان تحيك، وبلا كل هالمسخرة. تعي نقعد بالفي مش لحد هالفي، حبيني وفكري شوي. الفن هو حياتي كلها، مش انه جزء من حياتي، حياة كليا غير الحياة العادية تبع الناس العادية يعني. هاي حياة ما لها علاقة لا بالوظيفة ولا يعني الحياة الفنية، لها علاقة بالطيران يعني، طير طاير جوانح وعم بتطير، وهذا رأيي انا ومزبوط هيك اخر شيء. يمكن في ناس بيقولوا لا، وفي ناس كثير مجوزين وفنانين الى اخره، بس بالجوهر الموضوع بدك تكوني وحدك. أول شغلة بتعطيك إياها هي القوة، وين؟ إنه قوة الذات، إنه أنت بتحملي كل شيء بيصير معك، أنت بدك تحملي مع الوقت، بتعطيك قوة هالقصة يعني. يعني إذا صابك شيء أنت وحدك، هاي بتشلك بتشيل جزء كتير كبير من الوسواس والوهم من الإنسان، لأنه الوهم بيجي من الاتكالية. اللي ما بيتكل ما بينوهم ولا بيتوسوس، بس اللي بيتكل على حاله لا عنده وسواس ولا عنده وهم. وهي لأني وحدة، يمكن الحياة هاي الوحدة عطتني إياها. الاتكالية أخطر شيء بالحياة، إنك تتكلي على حدا، إنه حدا يعمل لك شيء، أنت جرب يعمل لك كل شيء.